سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية مباشرة من مدينة سلا، وتحديدا من مسجد رمضان، حيث يؤدي أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله صلاة الجمعة، التي هي من آكاد فرض الإسلام ومن أعظم مجالس ومجامع المسلمين، يوم الجمعة، وخير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه تقوم الساعة، فيه ساعة لإجابة الدعاء، كما أخبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وشعيرة صلاة الجمعة نفحة إيمانية من الله بها على أمة خير البرية سيدنا محمد بن عبد الله، الذي جاء بشريعة غراء صالحة لكل زمان ومكان، انعقد عليها إجماع السابقين واللاحقين من المسلمين، وهي شريعة خاتمة نسخ الله بها ما قبلها من الشرائع، وأوجب الحكم بها والتحاكم إليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وتوجه الخطاب بها إلى أهل الأرض كافة، وهي شريعة بنيت فيها الأحكام على المقاصد والمصالح، كما رسمت حدودا أخلاقية يتطور المجتمع ويتحرك في نطاقها، تاركة للأجيال المتوالية تحقيق متطلبات العصور في ظل تغير الظروف الاجتماعية. وفي تدبيره للشأن الديني صار أمير المؤمنين على نهج الأسلاف، مستندا جلالته في بلوغ الغاية المتوخات على الأساليب التي تقتضيها روح العصر الذي نعيش فيه، ويستلزمها التطور الحاصل في شتى الميادين، مع الحفاظ على الهوية الروحية الوجدانية والخصوصيات الثقافية. أمير المؤمنين يرعى الشأن الديني توازيا مع رعايته للشؤون الحياتية للمواطنين، تحقيقا لمقاصد الشريعة التي توازن بين المتطلبات الروحية والمادية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل صالحا ولا يشرك عبادة ربه. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا قلت لصاحبك أنصت. والإمام اخطو يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله أنصتوا رحمكم الله أنصتوا يغفر لي ولكم الله. الله أكبر الله أكبر. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الهادي من يشاء من عباده إلى صراطه المستقيم. نحمده سبحانه وتعالى وبه نستعين، ونستهديه جل وعلا، ونستغفره وهو الغفور الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، أيها المؤمنون، فيحق لنا في هذه المملكة الشريفة بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة في العالم هذا الأسبوع أن نقف عند ما تحقق من تمكين المرأة من حقوقها، وأن نتوقف على ما أتيح لها من فرص المساواة في الترقي الاجتماعي إلى جانب أخيها الرجل. وأول هذه الفرصة وأعظمها أثرا فرصة التعليم، واجتهاد المرأة في التعليم ونبوغها فيه هو ما أهلها إلى المناصب والمسؤوليات في مختلف سلاليمها ودرجاتها، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، لأن الترقي في كليهما يقوم على الاعتراف بالاستحقاق والمردودية. وإن تمكين المرأة من المسؤوليات العليا يرجع الفضل فيه إلى الثقة المولوية التي وضعها مولانا أمير المؤمنين حفظه الله في المرأة المغربية، فعهد إليها بالوزارة والسفارة وبمناصب سامية في تدبير السلطة العمومية. وقد ابتهج الجميع لهذا الإسهام النسوي في نهضة المغرب الجارية، وأعجب به الناس من خارج المملكة المغربية. ومما يثير الانتباه أن التطور الإيجابي جاء طبيعيا سلسا، والفضل في ذلك يرجع إلى رصيدنا الحضاري، لأن المغاربة بثوابتهم الدينية السمحة وحضارتهم العريقة محميون من الأفكار الظلامية المتحجرة التي تنظر إلى المرأة نظرة ازدراء واحتقار. فقد عرف تاريخ المغرب من بين النساء عالمات فقيهات وصالحات مبجلات
وتاجيلات ومجاهدات ومناضلات. وهكذا فحضارة المغرب لم تكتشف حقوق المرأة في القرن العشرين، بل إن هذه الحقوق قد بناها الدين، قد بناها الدين الإسلامي الذي احتفى بالمرأة أيما احتفاء وكرمها أعظم تكريم وأنزلها المنزلة اللائقة بها وساوى بينه وبين الرجل في الالتزام بأوامر الدين. فقال ربنا سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ونصوص الكتاب وهدي السنة حافلان بحث الرجل والمرأة على عمارة هذا الكون متآزرين متكاملين. قال ربنا سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وظهرت هذه الحقوق قبل هذا العصر أكثر ما ظهرت في المكانة المركزية التي احتلتها المرأة في كل بيت مغربي، فهي المدبرة وصاحبة الرأي السديد، وهي عماد الأسرة، والأسرة عماد المجتمع. فإذا كان الرجل المغربي فإذا كان للرجل المغربي أن يفخر بقيمه وصلابة مبادئه ومروءته، فإن ذلك يرجع إلى سنده الذي وجده في أمه وزوجته وفي غيرهما من نساء قرابته ممن نفخن فيه هذه المروءة والصلابة. أيها المؤمنون، إننا على يدي إمامنا الهمام أمير المؤمنين إننا نشهد على يدي إمامنا الهمام أمير المؤمنين تجديدا في كل مقتضيات المدادين، ومن بينها مدونة الأسرة التي انبنت على اجتهاد واسع بلغ به أمير المؤمنين شأوا بعيدا في القصد دون أن يحلل حراما أو يحرم حلالا. وبذلك أدى حفظه الله أمانته في حفظ قيم الدين وتحقيق الصلاح الذي يرضي رب العالمين. وتبقى مسؤولية تنزيل هذه التدابير على أفراد المجتمع كل في موقعه، لأن سلوك الناس هو الذي يعطي للقوانين الإصلاحية مغزاها، وعلى تصرفهم يتوقف وضع الأمور في نصابها. وهذا ما يفهم من قول المبلغ صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فاللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، ووفقنا لطاعتك ورضاك، واهدنا إلى طريق الفلاح وسبيل الرشاد، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي المؤمنين المتقين وناصر عباده العاملين المخلصين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، فإن الفرصة السانحة بالمناسبة المذكورة لأن نشير في هذه الخطبة إلى أمرين مهمين في علاقة مع مكانة المرأة وتكريمها. الأمر الأول أن ما عرفته المرأة في تاريخ المسلمين ولا تزال تعرفه في بعض بلدان الإسلام من جحود لحقوقها أو تنقيص من حريتها وكرامتها لا يرجع قط إلى أحكام الإسلام وقيمه، وإنما يرجع في معظمه إما إلى الجهل بهذه الأحكام والقيم، وإما إلى عادات قبلية مستحكمة مبنية على غطرسة الرجل في ظروف معيشية معينة، وإما إلى المصالح الأنانية والشهوات الفردية. ومن السهل على كل باحث موضوعي أن يتأكد من أن ما ينسب إلى الدين في هذا الموضوع محض افتراء وتستير على الدواعي التي أشرنا إلى بعضها. ويكفينا في هذا السياق أن نقرأ قول الله تعالى:
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. أما الأمر الثاني الذي نريد أن نشير إليه فيتعلق بطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار الأسرة من منظور دين حنيف، وهي علاقة المودة والرحمة والمساكنة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وإذا كانت الأحكام المتعلقة بحالات الحقوق مكرسة ثابتة في الدين، فإن الوصول إلى جوهر هذه العلاقة يتوقف على التربية، تربية الأمهات وتربية المدارس التي تنفخ في روح الفتيان والفتيات أخلاق العطاء والصبر وإنكار الأنانية. هذا ولنجعل مشك ختام هذه الموعظة أفضل الصلاة وأزكى السلام على سيد الوراء وشفيع الأنام في الموقف العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة الأبرار والمهاجرين منهم والأنصار وعن أزواج نبينا المختار وذريته وسائر آل بيته الطيبين الأطهار وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحفظ اللهم مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة الملك محمد السادس بما حفظت به الذكر الحكيم، وانصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتجمع به كلمة المسلمين. اللهم أقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد عضد جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد، واحفظه في كافة أسرته الملكية الشريفة. اللهم أغدق شآبه مغفرتك ورحمتك ورضوانك على الملكين المجاهدين مولانا الحسن الثاني ومولانا محمد الخامس. اللهم أكرم مثواهما وطيب ثراهما واجعلهما في مقعد صدق مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. محمد لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير وعلى كل شيء قدير، الخير والظهير والباطن عليم. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. إيران طيبا وربنا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله عدد ما في علم الله العظيم الكريم وفضائله ورضا أصحابك يا سيدي يا رسول الله. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، فاتحا ولداشا ومحبسا وكافة المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، سيدنا ومولانا السلطان. اللهم انصر وبارك في أموره. اللهم اصلح به وعلى يديه. اللهم وفقه الخير وعين عليه. اللهم كن له وليا ونصيرا. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أوقف من ناصر حماس الهدي إلى صراط المستقيم على آله حقه ورضوان عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تتبعتم معنا سيدتي سادتي وقائع صلاة الجمعة أداها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمسجد رمضان في مدينة سلا في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والخضوع منبعثة من بيت من بيوت الله.
يعمره المؤمنون تقرب للخالق سبحانه ابتغاء لمرضاته وطمعا في أعلى جنانه. وفي بيوت الله تتجلى أسمى مظاهر التعبد بدين الإسلام الذي ارتضاه تعالى لعباده دينا ومنهجا. وإلى بيوت الله يأتي المصلون بقلوب ملؤها الرهبة والتذلل للبار عز وجل، وبنفوس تغمرها السكينة والاطمئنان. بيوت الله أولاها ملوك الدولة العلوية الشريفة عناية خاصة إعلاء لشأنها ورفعة برسالتها. وإذا كان السلف الصالح من ملوك المغرب قد عرفوا للمسجد مكانته في حياة الأمة، فإن عهد خلفهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس عرف ازدهارا واسعا وعناية فائقة بالمسجد بناء وتجهيزا ورعاية خاصة لأهله والقائمين عليه ماديا ومعنويا. وإلى هنا سيداتي سادتي نودعكم وإلى اللقاء.